الكلام عن الكورونا فايروس منتشر وايد طبعا، بس فيديو سريع على الكورونا فايروس. طبعا الكورونا فايروس هالمره ما يختلف عن المرات السابقه، كورونا فايروس حاش الانسانيه في 2002 في مرض سارز، وفي 2015 في مرض الميرس. كل الحالات كان كورونا فايروس نفس الفيروس يغير من طبيعته، وبالتالي يصيب الانسان ويعتبر فيروس جديد حق الانسان، فيسبب له مشاكل في الجهاز التنفسي. الكورونا فايروس هالمرة غير، لأن منظمة الصحة العالمية استفادت من تجاربها السابقة، وبالتالي حطت تحذيرات أكثر علشان تمنع انتشار الفيروس مثل ما انتشر بالسابق بكثرة. على فكرة كورونا فايروس هالمرة الكوفيد 19 أقل خطورة من السابق، لأن نسبة الوفيات فيها هالمرة لله الحمد أقل، يعني من 2 إلى 5% تقريبا، وبالتالي أقل خطورة من السابق، وتنتصر الإنسان على السابق وإن شاء الله بينتصر عليه هالمرة. لكن الأكيد أنه بعض النصائح البسيطة اللي تمنع هذا الفيروس من الانتشار.